جلالته. ولا يفوتني هنا التنويه بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسيه المغربيه تحت القياده الرشيده لجلاله الملك فيما يتعلق بقضيه الصحراء المغربيه، وهو ما يعكس توالي الاعترافات بمغربيه الصحراء كتتويج لوجاهه المقاربه الملكيه في تدبير هذا الملف اللي كتتكف على مقترح الحكم الذاتي كقاعده وحيده ذات مصداقيه لوضع حد لهذا النزاع المفتعل. وفي هذا الإطار نؤكد تجندنا وراء جلالة الملك في مواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لمناورات الخصوم. وإذ نتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة التي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء جراء العدوان الإسرائيلي، فإننا ندعو إلى تغليب الحكمة والتبصر والوقف الفوري لجميع أشكال العنف لضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لإحلال الأمن والسلم لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. Thank you.